بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة بالبنين ترحب بكم، ويسر قسم اللغة العربية أن يقدم لكم الدروس المصورة للصف الثالث الابتدائي. بداية، عزيزي الطالب اشترك في القناة وفعل الجرس لكي لا يفوتك أحد دروس المادة. اليوم يا أبطال نتناول مهارة أخرى من مهارات اللغة العربية، وهي مهارة الاستماع، ودرس بعنوان رحلة ممتعة. لدينا اليوم يا أبطال هدفان، وهما الهدف الأول أن يستنتج الطالب المعنى العام للنص المسموع استنتاجا صحيحا، وأن يذكر الطالب معلومات محددة من النص بدقة. السؤال هنا الأول يقول: ما الأماكن التي تحب زيارتها في دولة قطر ولماذا؟ نعرض عليكم يا أبطال بعض المظاهر وبعض الأماكن وبعض المساجد أو المتاحف الموجودة في قطر لكي تتحدثوا عنها، أو لكي تشيروا لماذا نذهب إلى هذه الأماكن. بعض منا يقول في الصورة الأولى: أريد أن أذهب إلى متحف الفن الإسلامي لكي أرى المساجد أو التراث الإسلامي. الآخر يقول: أريد أن أذهب إلى الفنار الإسلامي لكي أرى الناس الذين يدخلون الإسلام وكيف يدعون الناس إلى الإسلام، دين الإسلام. وبعض الآخر يقولون: نريد أن نذهب إلى أبراج الدوحة وأبراج الدفنة لكي نرى المظاهر الحديثة لدولة قطر. وبعض الآخر نريد أن نذهب إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب لما له من تراث ومعالم جميلة ومظاهر إسلامية رائعة. هناك أماكن أخرى يا أبطال كثيرة في دولة قطر، متحف قطر الوطني والمتاحف الشعبية والأماكن ومركز قطارة الثقافي، هناك ملاعب رياضية حديثة، هناك أماكن قديمة، قلاع وحصون، أبراج إلى غير ذلك، أماكن كثيرة. لكن مع من نذهب يا أبطال؟ السؤال الثاني: مع من تذهب لزيارة هذه الأماكن؟ نذهب مع لزيارة هذه الأماكن يا أبطال مع آبائنا وأمهاتنا وعائلتنا وأسرتنا، أو نذهب في رحلة إلى المدرسة مع معلمينا. هذه يا أبطال نريد اليوم يا أبطال نتحدث عن درس رحلة ممتعة في لأسرة متماسكة تريد أن تذهب إلى مكان من الأماكن المتميزة في قطر. هذا ما سنعلمه في درس اليوم. نريد أن نفتح الكتاب المدرسي صفحة 47 ثم تستمع جيدا إلى النص. الهدف الأول يا أبطال أن يستنتج الطالب المعنى المسموع المعنى العام للنص المسموع استنتاجا صحيحا. نركز يا أبطال في الاستماع على تسجيل المعلومات في الدفتر. استمع الآن إلى النص وركز جيدا وابتعد عن المشتتات. عاد الوالد من العمل آخر يوم في الأسبوع، فاستقبله أبناؤه الصغار عند الباب فرحين. قال خالد: لقد وعدتنا يا أبي أن نخرج غدا في رحلة إلى أجمل مكان في مدينة الوكرة. قال الوالد: نعم يا أبنائي، ولكن هل تعرفون المكان الذي ستزورونه غدا؟ قالت سارة: نعم يا أبي، إنها مدينة الوكرة القديمة. قال الوالد: لا يا سارة، ليس المدينة القديمة ما سنزوره غدا. رفع حمد يده وقال: لقد عرفته يا أبي، إنه شاطئ الوكرة العائلي. أجاب الوالد: شاطئ الوكرة جميل، لكنه ليس المكان الذي سنقصده. قال خالد: ما دام هو أجمل مكان في مدينة الوكرة فهو سوق الوكرة. قال الوالد: أحسنت يا خالد، إنه هو. فرح الجميع بهذا الخبر السعيد واستعدوا للرحلة. وفي اليوم التالي تحركت السيارة نحو مدينة الوكرة، وكان الجميع فرحين مسرورين لهذه الزيارة. وعندما وصلوا إلى السوق كان مليئاً بالزائرين من المواطنين والمقيمين والسياح. قالت سارة: لماذا كل هذا الازدحام في السوق يا أبي؟ قال الوالد: لأنه سوق مشهور يجمع بين أصالة الماضي وجمال الحاضر. قال خالد: ومتى افتتح هذا السوق يا أبي؟
أجاب الوالد في 18 من ديسمبر عام 2014. قال حمد: الله، ما أجمل هذه المباني والمحلات التجارية. قال الوالد: صدقت يا حمد، إن سر جمال هذا السوق أنه بني على الطراز القديم، فهو يشبه بيوت أجدادنا الأولين، والزائر لهذا السوق يشعر كأنه يعيش في أحد أحياء قطر الشعبية القديمة، وينتقل داخل المنازل القطرية العتيقة. قالت سارة: وماذا يباع في هذه المحلات التي تشبه الغرف القديمة؟ أجاب الوالد: إنها تبيع المنتجات القديمة المرتبطة بتراث أهل قطر وعاداتهم وتقاليدهم. قال خالد: انظروا، ما أكثر المطاعم في هذا السوق. قال الوالد: نعم، يحتوي السوق كما ترون على مطاعم كثيرة تقدم المأكولات الشعبية المعروفة في قطر، وأيضا مأكولات متنوعة تناسب الأذواق جميعها. وانظروا إلى تلك السفن والقوارب التي وضعت أمام هذه المطاعم لتدل على العلاقة القوية بين أهل قطر والبحر. عاد الجميع من هذه الرحلة الممتعة مسرورين، وقد استفادوا كثيرا مما شاهدوه في هذا السوق التراثي الرائع. الآن يا أبطال، بعد أن استمعنا إلى الدرس، نريد أن نحدد المعنى العام للنص. المعنى العام الذي يدور حوله النص يا أبطال هو أحسنتم، هو ذهاب الأسرة في رحلة. أحسنتم، وذهاب الأسرة في رحلة. نريد يا أبطال أن نجيب على أسئلة الدرس بعد أن استمعنا وأنصتنا إلى الدرس. افتحوا الكتاب صفحة 47، نريد أن نختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ألف، وعد الأب أبناءه بأن، وعدهم بماذا يا أبطال؟ أن يشتري لهم ألعابا، أم يحضر لهم الهدايا، أم يأخذهم في رحلة، أم يحكي لهم قصة؟ وعدهم بماذا يا أبطال؟ أحسنتم، وعدهم أن يأخذهم في رحلة. بارك الله فيكم. السؤال رقم باء: المكان الذي قصدته الأسرة هو متحف الوكرة، أم سوق الوكرة، أم مدينة الوكرة القديمة، أم شاطئ الوكرة العائلي؟ من الذي سيجيب؟ أجمل مكان في الوكرة هو، أحسنتم، وسوق الوكرة. من الذي قال هذه الكلمة؟ أحسنتم، خالد، أنتم تتذكرون جيدا، خالد هو الذي قال ما دام أنه هو أجمل مكان في مدينة الوكرة فهو سوق الوكرة. أحسنتم. افتتح السوق، أي متى افتتح السوق؟ أحسنتم، رائعون، في عام 2014. سؤال رقم دال في صفحة 48: هذا السوق يشبه ماذا؟ يشبه المطاعم الحديثة، أم السفن القديمة، أم المحلات الحديثة، أم بيوت الأجداد الأولين؟ أحسنتم، يشبه بيوت الأجداد الأولين، لأنه بني على الطراز القديم، بني على الطراز القديم، النمط والشكل القديم، رائعون. هنا يا أبطال نتذكروا المقولات التي قالها الأولاد، والافتراضات التي افترضوها عن المكان الذي سيزورونه، ونذكر بين كل شخص والافتراض أو الاقتراح الذي اقترحه أو التخمين الذي خمنه. قالت سارة، قال حمد، قال خالد. قالت سارة، نتذكر ماذا قالت سارة؟ هل قالت المكان هو سوق الوكرة، أم مدينة الوكرة القديمة، أم شاطئ الوكرة؟ أحسنتم، سارة هي التي قالت هي مدينة الوكرة القديمة. طب ماذا قال حمد يا أبطال؟ قال حمد، أحسنتم، هو شاطئ الوكرة العائلي، لكنهم كانت افتراضتهم خاطئة، والذي افترض المكان الصحيح هو أفضل مكان في الدوحة هو خالد، وافترض واقترح المكان وهو سوق الوكرة. أحسنتم.
نواصل حل الأسئلة يا أبطال، ركزوا معي جيدا في نفس الصفحة. السؤال ألف يقول: اقرأوا معي يا أبطال، هنا نريد أن نضع علامة صح جانب العبارة الصحيحة وعلامة خطأ جانب العبارة غير الصحيحة. فرح الجميع بالخبر إلا خالدا، فرح الجميع بالخبر إلا خالدا، تذكروا هل كان غاضبا؟ لا يا أستاذ، لم يذكر ذلك. إذن هذه إجابة خاطئة، فرح الجميع بالخبر إلا خالد، إجابة خاطئة. سؤال رقم ب: كان السوق مزدحما لأنه مشهور يجمع بين الماضي والحاضر. أحسنتم، بالفعل كان مزدحما لأنه كان به من المواطنين والمقيمين والسياح. جيم: تباع في السوق المنتجات التراثية القديمة، تباع في السوق منتجات تراثية قديمة. أحسنتم، إجابة صحيحة. دال: لا يوجد في السوق أي مطاعم. ما لا يوجد مطاعم في السوق يا أبطال؟ أحسنتم، يوجد مطاعم، وهذه المطاعم تقدم المأكولات الشعبية. أحسنتم، إجابة خاطئة. ها: وضعت السفن لتدل على العلاقة القوية بين أهل قطر والبحر. وضعت السفن أمام هذه المطاعم لتدل على العلاقة القوية بين أهل قطر والبحر. أحسنتم، إجابة صحيحة. رايعون يا أبطال. ننتقل لهذا السؤال الأخير في نفس الصفحة، سؤال رقم 4 صفحة 48 في الكتاب: أذكر أمرين مما شاهدته الأسرة في السوق ثم أكتبهما. الأسرة شاهدت أشياء كثيرة يا أبطال، نريد شيئين فقط، شيئين مما شاهدتهم الأسرة. أحسنتم، أولهما المحلات التجارية، شاهدت المحلات التجارية. وماذا شاهدت أيضا الأسرة؟ ماذا شاهدت الأسرة؟ أحسنتم، شاهدت المطاعم. أحسنتم، المطاعم تقدم المأكولات الشعبية، وأيضا شاهدت السفن والقوارب التي وضعت أمام هذه المطاعم. هذه صورة يا أبطال لسوق الوكرة، سوق الوكرة الذي بني على الطراز القديم، وهو سوق جميل ننصحكم بزيارته والاستمتاع به، استمتاع بزيارتي في هذا المكان الرائع. إذن يا أبطال، قبل أن نختم درس اليوم نسأل سؤالا: ما القيمة المستفادة من درس رحلة ممتعة؟ نستفيد ماذا نستفيد يا أبطال؟ سنت ياسين، نستفيد حب الوطن ومعرفة تاريخه، نستفيد حب الوطن، لابد أن نتعلم حب الوطن ونعرف تاريخه جيدا ونزور كل الأماكن الموجودة في هذا الوطن. الواجب يا أبطال لا تنسوه أن تقوم بحل الواجب الإلكتروني على موقع المدرسة. أشكركم، قدم لكم حصة اليوم الأستاذ غنيم سعيد معلم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.